السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيب يا وأنت مهندس. بخير وعافية. ليا سؤال حضرتك، أبويا وصاني قبل ما يموت إن البنت اللي كانت بتخدمه أتكفل بتعليمها وأجي واجهها، وتوفاه الله. دلوقتي أنا لما أتكفل بزواج هذه البنت، هل تعتبر من فلوس الزكاة أم فلوس الوصية اللي تركها والدي؟ عفوا وهل اصبر علي، كلفك بتربية البنت وتزويجها، صح كده؟ بتعليمها وتزويجها. تعليمها وتزويجها. تركة الوالد كبيرة بحيث أننا نستطيع أن نقتطع منها قيمة تعليمها وقيمة تزويجها أو لا؟ خلاص، إذن تعليمها وتزويجها هل يتجاوز ثلث التركة أو لا يتجاوز؟ لا يتجاوز. إذن عليكم بالالتزام بالوصية، ولا يلزم أن تكفلها في بيتك، ممكن تكفلها في أي مكان آخر. معلش يا شيخ، دلوقتي حضرتك لو مثلا الزواج يتكلف مثلا 50,000 وهي قالت انا عايزه مثلا 100,000، هل من اواسط المصاريف بتاعتكم لا يعني لا لا، كوسط الناس، كوسط ولا الناس. حسب قدرتي انا؟ لا، كأوساط الناس. كأوساط الناس. نعم، سلام شكرا. عليكم.